بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى عرضنا الإخباري من قناة الشروق الذي نستهله بالعناوين. إرسال تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا لاحتواء النزاع القبلي في المنطقة. رئيس الوزراء يبتدر سلسلة لقاءات مع القوى السياسية لبحث قضايا السلام والاقتصاد وترتيبات الفترة الانتقالية. توالي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان. أهلا بكم. وصلت إلى ولاية كسلا صباح اليوم تعزيزات عسكرية على خلفية الاشتباكات القبلية التي وقعت في مدينة كسلا في الأيام الماضية، وأجرى وفد من هيئة الأركان عمليات سلسلة لقاءات بهدف إعادة الهدوء إلى المدينة، ويعمل الوفد بتوجيه وتفويض كامل من المركز لاستعادة الأمن للمنطقة. وباشر الوفد فور وصوله إلى ولاية كسلا العمل على استتباب الأمن والسيطرة على كافة النواحي الأمنية بمدينة كسلا وأجزاء الولاية الأخرى، حيث أوضح الفريق ركن خالد الشامي أن تعزيزات إضافية في طريقها إلى الولاية، وأضاف أن الوفد تلقى تنويرا ضافيا من لجنة أمن الولاية عن الأحداث التي راح ضحيتها عدد من أهالي المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أن الصراع القبلي الذي يدور في بعض المناطق يتطلب معالجة جذرية من خلال نهج واضح وكلي للسلام الشامل، بجانب تسريع اختيار الولاة المدنيين وإنشاء آلية للمساءلة عن مثل هذه الأحداث. وقال حمدوك في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم الاثنين إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية كسلا خلال اليومين الماضيين جاءت امتداد لأحداث وقعت في مناطق أخرى أزهقت فيها أرواح عزيزة وغالية من أبناء هذا الوطن الواحد. وأضاف أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب من الجميع التحلي بالروح الوطنية ونبذ الفرقة والجهوية والقبلية. وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان القوات النظامية بالتصدي لكل من يريد أن يعبث بأمن الوطن والمواطن. وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عن قلق مجلسه البالغ إزاء النزاعات القبلية التي وقعت في مناطق متفرقة من البلاد، ودعا البرهان المواطنين إلى تفويت الفرصة على دعاة الفتنة الذين يسعون إلى هدم قيم المجتمع السوداني السمحة والنبيلة. وقال إن المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد تتطلب من الجميع التحلي بروح الوطنية الصادقة وروح ثورة ديسمبر المجيدة. أجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك لقاءات مع قوى الثورة السياسية والمدنية، وذلك ضمن جهود توسيع قاعدة التشاور والتفاكر حول الفترة الانتقالية والتحديات التي تجابه عملية الانتقال بالبلاد. وطبقا لبيان مجلس الوزراء فقد شملت لقاءات رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وتجمع القوى المدنية والتحالف الوطني السوداني وتجمع المهنيين السودانيين. وسيلتقي خلال هذا الأسبوع ببقية قوى الثورة بما فيها مجموعة من لجان المقاومة، وطرحت اللقاءات كذلك استكمال هياكل السلطة الانتقالية ومسار عملية السلام والمعالجات المطلوبة للاقتصاد وقضية العدالة وكيفية إنفاذها. وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف لتعزيز وحدة القوى التحتية والحية التي قادت ثورة ديسمبر المجيدة. أعلن اليوم الاثنين عن اختيار سكرتارية جديدة لتجمع المهنيين السودانيين جرى انتخابها عبر مجلس التجمع، كما أجاز اجتماع مجلس التجمع إعادة هيكلة التجمع وتسمية مناديب جدد في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير. ومن أبرز الأسماء التي ضمتها السكرتارية المنتخبة محمد عبد الرحيم وحسن فاروق والفاتح حسين وسماهر المبارك. وأكد تجمع المهنيين السودانيين في تعميم حرصه على منعه منعة وريادة تجمع المهنيين السودانيين. وقال التجمع إن هذه الخطوات تأتي في إطار تقييم وإصلاح العمل القيادي في التجمع. أكد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة أن مجلسي السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير يقفون خلف لجنة إزالة التمكين،
وفي رده على سؤال حول وجود خلافات في الحكومة الانتقالية أكد أنها تعمل كجسم واحد، وأضاف أنه بطبيعة الحال يوجد تنوع في وجهات النظر، لكن تظل الحكومة تعمل في تناغم وانسجام تام لإنجاح الفترة الانتقالية. وأعرب عضو مجلس السيادة عن تفاؤله بنجاح الفترة الانتقالية وتصحيح الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لجهود الاتحاد الأوروبي ودعمه للسودان عبر مجموعة أصدقاء السودان. وعبرت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا عن تقديرها لتشجيع الاقتصاد السوداني على النهوض وإصلاحه في كافة المجالات. ولفتت الانتباه للزيارات التي قام بها مسؤولو الاتحاد الأوروبي في سبيل تمتين العلاقة مع السودان في الفترة الماضية، وكان آخرها زيارة المفوض السامي للأمن والسياسة الخارجية السيد جوزيب بوريل. أهلا ومرحبا بكم، ونسعد كثيرا في أن يكون معنا عبر خط هاتفنا مساء الأستاذ خالد الفكي، الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ خالد، مرحبا بك ومساء الخير. نرحب بك مباشرة في الشأن السياسي والمشهد السياسي عامة. كانت هنالك لقاءات أجراها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مع القوى الحية على رأسهم السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وكذلك تجمع القوى المدنية إلى جانب تجمع المهنيين السودانيين، وستتوالى اللقاءات في بحر هذا الأسبوع. كيف تنظر لهذه اللقاءات التي تمت واللقاءات التي ستكون في الفترة القادمة؟ نعم، مساء الخير صديق والأخ أحمد الجعلي، ومساء الخير على كافة مشاهدي قناة الشروق، ونبارك العودة مجددا ورمضان كريم. فيما يتعلق بهذه اللقاءات، أعتبر أنها لقاءات تأتي في سياق تشاور وتبادل الأفكار وتقديم المبادرات بشأن تطبيق إجراءات التحول الديمقراطي وإشاعة العدالة والحرية في البلاد بعد الثورة المجيدة. أعتقد بأن هذه اللقاءات تأخرت كثيرا، وأعتقد أن هذه اللقاءات يجب أن تكون بشكل راتب وشكل مستمر حتى يتم تبادل الأفكار وتنفيذ خدمة الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة الدولة السودانية وبناء دولة جديدة مع ما يريد السودانيين في الفترة المقبلة. أعتقد أن هناك تحديات كثيرة الآن تواجه الحكومة الانتقالية، على رأسها ملف الاقتصاد، على رأسها ملف استكمال هياكل السلطة، على رأسها أيضا ملف العدالة وإنفاذ العدالة، خاصة فيما يتعلق بمحاكمات رموز النظام البائد. فهذه الأمور أعتقد أنها تحتاج إلى دعم حقيقي من الأحزاب ومكونات عبد الله حمدوك. فبالتالي هذا الأمر أعتقد أنه إيجابي ومهم، ويكون هو مشجع وداعم لحكومة حمدوك في ظل بعض التناقضات داخل مكونات الحرية والتغيير. فبالتالي أعتقد بأن هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بتحالف الحرية والتغيير، مثل هذه اللقاءات الخفيفة وتبادل الأفكار والمشاورات ستكون طريق سهل لإيجاد الحلول لكافة القضايا العالقة، وكان على مستوى إنفاذ الانتقال السلس للتحول الديمقراطي أو حلحلة المشاكل التي يعني تواجه وتجابي بعض مكونات قوى الثورة. فبالتالي لابد من استمرار هذه العلاقات، لابد ان تكون علاقات فاعله، واعتقد انه يجب ان تخرج من الرسميات والديوان الى الواقع وتلامس قضايا المواطن السوداني. هذه الثوره اعتقد انها جاءت حتى تعالج كافه القضايا التي يعاني منها المواطن السوداني، اراها قضايا الاقتصاد، تحقيق السلام. فبالتالي هذه اللغات يجب ان تكون في هذا الاتجاه، وان تكون لها فوائد مباشره على حياه المواطن السوداني، نجد لها اثر مباشر، ولكن ان لا تكون هكذا للاحتفاء ولوسائل الاعلام فقط. هذه هي ضروره مهمه جدا في هذا الوقت الذي يامل السودانيين ان يجدوا اثار الثوره في حياتهم رخاء وحناء وسلاما معاشا بين كافة مكونات المجتمع السوداني. نعم،
أستاذ خالد، في ظل يعني طموحات كل الشعب السوداني في أن يكون هنالك سلام وأن يكون هنالك اختراق فعلي في معاش الناس خاصة في أمر الاقتصاد والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الرسمية، في ظل هذه الجهود تأتي هنالك في الاتجاه الآخر نزاعات قبلية آخرها ما يجري الآن في كسلة وفي جنوب دارفور وفي غيرها من المناطق، يعني كيف تنظر لهذه يعني المشاكل القبلية وإلى مدى يمكن أن أيضا أن تعكر صفو الأجواء في السودان في ظل السعي لحلحلة كثير من المشكلات الماثلة أمام حكومة الفترة الانتقالية؟ نعم، يعني أستاذ أحمد، بدءا دعنا نترحم على أولئك الذين سقطوا جراء هذه الصراعات القبلية سواء كان في جنوب دارفور أو في سكلة أو في أي منطقة من بقاع هذا الوطن، ونعمل وكنا نرجو أن لا يتم تكرار تلك المشاهد المؤسفة التي كانت في الحقبة الماضية، خاصة أننا الآن توجهنا توجه صادق نحو معالجة كافة القضايا، ولكن فما يبدو أننا لا محتاجين إلى الجلوس والنظر بعمق في تلك القضايا القبلية وإيجاد الحلول بشكل سريع ونهائي حتى لا تتكرر هذه الاشتباكات والمواجهات يعني كل فكرة والأخرى. كما أن على الدولة أن تبسط هيبتها ويعني تقدم المتورطين إلى العدالة، حتى هذه اللحظة نزيل على الدولة أنها لم يعني تثبت في اتجاه تحقيق العدالة بتقديم المتورطين للمحاكمة العادلة حتى يتعظ الآخرون. يعني للأسف الشديد مسألة القبضة هذه لا تجدي من يتورط في المشاكل القضائية بأن يتم تقديمه إلى المحاكمة. كذلك لابد من تفعيل متعلقات ومخرجات اجتماع الذي يعني كان بالأمس فيما يتعلق بجمع السلاح. الآن هناك آفة حقيقية تسيطر على الولايات وهو الانتشار الكثيف للسلاح في الولايات، فلا بد من آلية وتصحيح الدولة بجمع السلاح من كافة المواطنين ويعني قصره على القوات النظامية حتى لا يعني للأسف الشديد السلاح يؤدي إلى تفاقم الصراعات القبلية وسقوط مزيد من القتلى والجرحى وتكون الإصابات مميتة وقاتلة. فبالتالي على الدولة أن تسعى في اتجاه بسط هيبتها. كذلك رسالة إلى رجالات الإدارات الأهلية بتحكيم صوت العقل والجلوس مع أبنائهم بضرورة الرجوع عن أي محاولات لإزالة الفتنة ومحاولة الحوار وإسراء الحوار، فالحوار أعتقد أنه السبيل الأوحد لحل كافة القضايا، القضايا الوطنية، القضايا القبلية، أي قضية دون حوار لن تحل. النزاع والصراع سيجدد تدفق الدماء، سيزيد القتلى، سيزيد مآسي الوطن. فبالتالي أعتقد بأن الهم مشترك والقضية قضية دولة وقضية مجتمع، وإن كنا نعاول على المجتمع في المقام الأول وعلى رجالات الإدارة الأهلية بحسبان أنهم المصدر الرئيسي ولهم الكلمة الرئيسية على أبنائهم يعني ويكونهم البوابة الرئيسية لحقن الدماء. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ خالد الفكي الصحفي والمحلل السياسي على هذه الإفادات التي كنت من خلالها عبر الهاتف، أشكرك جزيلا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان، بالإضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة. ووفقا للتقرير الوبائي الصادر الأحد، فإن الخرطوم سجلت 174 حالة إصابة، سنار 15 إصابة، والجزيرة 10، والقضارف حالة واحدة، والنيل الأزرق حالة واحدة. أما الوفيات فقد سجلت 4 حالات وفاة بالخرطوم، ووفاة واحدة بالقضارف، ومثلها في ولاية سنار. وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 1365 حالة، متضمنة 70 حالة وفاة. في ملف كورونا أيضا، قررت اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالولايات الشمالية تمديد حظر التجوال المعلن قبل لعشرة أيام أخرى اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، والاستمرار في إغلاق أسواق الولاية وتجفيف الأسواق الجانبية بشوارع المدن منعا للازدحام والتجمعات. كما أمن الاجتماع على تفعيل ومتابعة قرارات
كانت قد فرضت لتقييد حركة العربات ومتابعة تنفيذ قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد. إلى ذلك اتخذ الاجتماع قرارا بفتح محطات الوقود مع وضع ضوابط جديدة، بجانب تكوين لجان لدراسة مقترح الاستمرار في إغلاق أسواق التعدين أو السماح لها بالعمل. اللجنة وقفت على كل القرارات السابقة، اطمأنت تماما أن هذه القرارات يعني نسبة تنفيذها كانت بنسبة عالية جدا، يعني تفوق 95%، وهذه كلها محاذير لمكافحة هذه الجائحة. حمان الله وإياكم جميعا من هذه الجائحة، نسأل الله يعني أن يزيع عننا هذا البلاء. فاللجنة يعني اجتماع تقريبا استمر قرابة 3 ساعات كله في قصة مكافحة هذه الجائحة، بحمد الله وتوفيقه يعني تم تمديد الحظر ل10 أيام، وتم منح العاملين إجازة مدفوعة الأجر أيضا ل10 أيام، ده كله احتياطا لمكافحة هذه الجائحة. من جانبها أكدت الدكتورة مايسة مصطفى عبد الرازق مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية المكلف أن الوضع الصحي بالولاية الشمالية مستقر ومطمئن، وأن جملة الحالات التي سجلت بالولاية بلغت 7 حالات، منها حالة وفاة واحدة وحالة شفاء. بالنسبة للوضع الوبائي العام لحد تاريخ اليوم، عندنا 7 حالات مؤكدة بالولاية، منها 5 حالات نشطة، عندنا حالة شفاء واحدة، وعندنا حالة وفاة واحدة. فلو قدرنا أن نسيطر على الوضع ونحافظ على الرقم ده بس باتباع الإرشادات الوقائية وإجراءات الإرشادات الوقائية والإجراءات الاحترازية، فإن شاء الله نقدر نعبر يعني. في ملف كورونا أيضا ننتقل من الولايات الشمالية إلى غرب كردفان، حيث دشنت المبادرة الشبابية لمجابهة فيروس كورونا القاتل بمدينة الفولة بغرب كردفان انطلاقة مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة للحد من انتشار المرض. وأكد شباب الفولة حرصهم التام على نشر التوعية الصحية والمجتمعية في التعامل مع المرض من خلال عدد من المبادرات المجتمعية، إضافة إلى إسهامهم في تعقيم المساجد والمؤسسات والأماكن العامة. مبادرات عدة أطلقها شباب مدينة الفولة لمجابهة فيروس كورونا القاتل، أبرزها مبادرة كمامتك علينا، والتي تهدف إلى توطين صناعة الكمامات الواقية محلياً لتغطية النقص الحاد في الكمامات الطبية. نحن كشباب استشعرنا المسؤولية وحسينا أنه والله جائحة كورونا محتاجة تضافر مجتمع. الحملة إن شاء الله مستهدفة كل القطاعات اللي تتعامل تعامل مباشر مع المواطن، يعني عندنا ستات الخدار، البقالات، المقالق، الجزارة، دين باعتبار أنه هم فئة معرضة في أنها بتتعامل أو بتتعامل بصورة أكبر مع المواطن بصورة يومية. الجهات المختصة بوزارة الصحة وصفت الكمامة المصنعة محليا بأنها مطابقة للمعايير الصحية وتمتاز بإمكان تعقيمها ومن ثم استخدامها مرة أخرى. الكمامة تمت معايرتها في وزارة الصحة ومطابقتها مع الكمامات الطبية الموجودة، والحمد لله أنها بتدي حماية بنسبة عالية جدا جدا، وبالتالي نحن في وزارة الصحة بننصح باستخدام الكمامة دي. الكمامة فيها عندها ميزة يعني خلاف الكمامات الثانية، هي يمكن استخدامها مرة تانية يعني. حكومة الولاية أكدت دعمها الكبير للمبادرة الشبابية ولجهود وزارة الصحة الولائية في تجهيز مراكز الحجر والعزل الصحي بالولاية، مناشدة المواطنين الالتزام بالاحترازات الصحية الوقائية. هذه المبادرة إن شاء الله سترى النور، احنا في الولاية إن شاء الله حتجد كل منا كل الرعاية، وحندعم كل المبادرات إن شاء الله حتلحق هذه المبادرات حتى يا اخواننا نحافظ على صحتنا وصحة أهلنا في البيوت. الإمكانيات ضعيفة وإنتوا عارفيننا ما عارفينها. التجهيز مراكز العزل بيتطلب أجهزة الآن في الخرطوم ما متوفرة، عشان كده ما في حاجة تمرقك من البيت، أقعد في البيت جنب ولاداتك. فيما أكدت وزارة الصحة بغرب كردفان جاهزيتها لاستقبال أي حالات إصابة متوقعة بالفيروس، مشيرة إلى أن العمل في تجهيز مراكز الحجر والعزل الصحي قد شارف على الانتهاء. جهزنا مركز العزل بالفولة، مركز عالي في المحطة الحرارية، وتكون من عندنا 20 غرفة مجهزة، غرف حمامات داخلية، والغرفة تسع لسريرين
لكن حتى الآن لدينا 17 سرير طبي ولدينا قسم العناية المكثفة الآن مجهزة تماما من التكييف من كل البنية التحتية. وتظل التوعية الصحية بمخاطر مرض كورونا المستجدة أمر ملح وعاجل لدحر انتشار المرض والحفاظ على صحة المواطن. سعدية أبو البشر، الشروق، ولاية غرب كردفان، الفولة. عرضنا الإخباري متواصل معكم من قناة الشروق الفضائية، وفيه بعد الفاصل. وزيرا مجلس الوزراء والصناعة والتجارة يبحثان توفير الكهرباء والجازولين للقطاع الخاص. أهلا بكم من جديد، وإليكم طائفة من الأخبار العالمية نبدأها من الخليج. قررت المملكة العربية السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أضعافها وتعليق بدء الغلاء المعيشة لموظفي الدولة. يأتي ذلك من أجل تحصين وضعها المالي بعد انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا. وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من الشهر المقبل. وقال وزير المالية إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد. أظهرت حسابات جمعتها رويترز استنادا إلى الأرقام الرسمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس العربي الست تجاوز 100,000 حالة اليوم الاثنين و557 حالة وفاة. وأعلنت السعودية الحصيلة الأكبر إذ سجلت 41,014 إصابة و255 وفاة. وسجلت المملكة أكبر دول منطقة الخليج من حيث تعداد السكان إذ يبلغ نحو 30 مليون نسمة، 1966 إصابة وتسع وفيات جديدة اليوم الاثنين. عاد نشاط الأماكن العامة في إسبانيا للعمل بشكل جزئي، حيث قدم عمال يرتدون الكمامات القهوة والشطائر للزبائن في شرفات المقاهي في إشبيلية بإسبانيا في إطار تخفيف القيود مع تباطؤ تفشي جائحة كورونا، إذ انخفض عدد الوفيات الجديدة إلى أدنى مستوياته نحو شهرين. وانتقل نحو نصف سكان إسبانيا البالغ عددهم نحو 47 مليون نسمة إلى ما يطلق عليها المرحلة الأولى من خطة تخفيف القيود المكونة من أربع مراحل، بعد أن قررت الحكومة أن المناطق التي يقيمون بها حققت المعايير اللازمة. وفرضت إسبانيا بعضا من أكثر القيود صرامة في أوروبا. من إسبانيا مباشرة إلى فرنسا، حيث بدأت فرنسا أولى خطواتها نحو العودة للحياة الطبيعية بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أوروبا، إذ سمحت بإعادة فتح المنتجات غير الضرورية والمصانع وشركات أخرى للمرة الأولى في 8 أسابيع، في وقت تلوح فيه بمخاطر موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن سجلت خامس أعلى حصيلة وفيات رسمية بفيروس كورونا على مستوى العالم. تعيد فرنسا فتح المدارس على مراحل، ويمكن الآن لسكانها البالغ عددهم 67 مليونا مغادرة منازلهم دون تصاريح حكومية، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة إلى وثائق للتنقل في أنحاء باريس في ساعة الذروة. أقلت طائرة مجموعة مؤلفة من 50 لاجئا من اليونان إلى بريطانيا اليوم الاثنين ليلتئم شملهم مع أقاربهم في عملية نقل تأجلت بسبب إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا. وقال مسؤولون في وزارة الهجرة اليونانية إن المجموعة تضم 16 قاصرا دون رفقة ذويهم. وأضافت الوزارة أن نحو 130 يونانيا عالقون في بريطانيا بسبب كوفيد 19 يستقلون ذات الطائرة في رحلة العودة إلى اليونان. وتم نقل المجموعة يوم الاثنين بموجب معاهدة دبلن، وهو الاتفاق الذي يسهل لما شمل الأسر إذا كان قريب يعيش بالفعل في الدولة التي يقصدها المهاجرون. قالت تركيا إنها ستعبر قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر أهدافا مشروعة، إذ واصلت هجماتها على مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا. وتساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا، ووقعت اتفاقا للتعاون العسكري مع الحكومة التي تحاول صد هجوم لقوات حفتر. وتعتبر أنقرة قوات حفتر المدعومة من الإمارات ومصر وروسيا من الإنقلابيين.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إنها ستحمل قوات حفتر أي استهداف لبعثاتها ومصالحها في ليبيا. وجهت الصين انتقادات حادة لنيوزيلندا لدعمها مشاركة تايوان في منظمة الصحة العملية أو العالمية كمراقب في اجتماع الأسبوع المقبل لجمعية الصحة العالمية، وقالت إنه يتعين عليها التوقف عن إصدار تصريحات خاطئة. وخلال مؤتمر صحفي يومي في بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاولي جيان إن تصريحات نيوزيلندا تعتبر انتهاكا لمبدأ الصين الواحدة الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين، وكثرت تايوان بدعم قوي من الولايات المتحدة الأمريكية جهود حشد التأييد للسماح لها بالمشاركة كمراقب في اجتماع الأسبوع المقبل لجمعية الصحة العالمية، وهي اتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية. اقتصاديا، بحث وزيرا مجلس الوزراء والصناعة والتجارة اتحاد الصناعات والغرفة التجارية والغرفة الغذائية إمكانية توفير الكهرباء والجازولين للقطاع الخاص والإنتاج الصناعي دون وجود وسطاء بهدف تعزيز قدرة المنتج للبيع بأسعار تنافسية. وأمن الاجتماع على ضرورة توجيه المصارف عبر البنك المركزي من قطاع خاص لمدة 3 أشهر على الأقل، خاصة أن القطاع الخاص متوقف عن العمل منذ بداية جائحة كورونا. طلب عضو اللجنة الاقتصادية والتغيير التجاني حسين كافة الجهات المختصة بتنفيذ وعد مجلس الوزراء بتوزيع الوقود على جميع المحطات لإيقاف ظاهرة الصفوف بصورة نهائية وتمكين المواطنين من الحصول على الوقود فور وصوله المحطة. وشدد حسين على أهمية التشغيل وزيادة عدد المحطات التي تبيع بالسعر المدعوم وتقليص عدد المحطات العاملة بالسعر التجاري في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن إنتاج مصفات الخرطوم للوقود يغطي أكثر من 60% من حاجة البلاد بتكلفة لا تتجاوز 18 جنيها لجالون البنزين. أكد رئيس لجنة النقل والترحيل والموانئ إبراهيم الشيخ حرص الدولة على ترقية وتطوير أداء الموانئ البحرية. جاء ذلك خلال لقاء وفد اللجنة بوالي البحر الأحمر في إطار زيارة الوفد الحالية للولاية. وأشار مدير عام جمارك السودان الفريق بشير الطاهر خلال اللقاء إلى أهمية الزيارة في الوقوف على تحديات النقل البحري. وأضاف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن أونور سلطان أن اللجنة وقفت على الأداء التشغيلي وبرنامج تطوير الهيئة من خلال توفير آليات جديدة وصيانة الآليات المتاحة. شرعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم في وضع قانون جديد لتفادي التعدي على الأراضي الزراعية ويحفظ مكانتها ويكفل التصرف فيها وفقا للحقوق والمتطلبات. وكشف بابكر محمد عطيط الله المدير العام للوزارة لسونا عن خطة لإنشاء إدارة لصحة وسلامة الأغذية لمراجعة الأغذية بالولاية، مبينا أن الوزارة تكثفت العمل لتوفير الغذاء لمواطني الولاية، وأشار إلى ضرورة إيجاد بحوث علمية تسهم في تطوير الزراعة والإنتاج. رياضيا، أعلن نادي المريخ عن تعاقده مع المعد البدني توماس موير ومدرب الحراس التونسي محمد الفسطاني لمدة عام، ونسب إلى المركز الإعلامي للنادي قوله إن اجتماعا جمع رئيس النادي آدم سوداكال مع كل من توماس والفطناسي تم فيه التأمين على استمرارهم بالعمل في النادي. وأشار إلى أنهما دفعا باعتذار لما بدر مؤخرا من إساءات وجهت لمجلس الإدارة، وكان مجلس نادي المريخ أقال الطاقم الفني للفريق الذي يقوده أمين المسلمي. في ختام عرضنا الإخباري من قناة الشروق، إليكم تذكير بأبرز عناوينه: إرسال تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلة لاحتواء النزاع القبلي في المنطقة. رئيس الوزراء يبتدر سلسلة لقاءات مع القوى السياسية لبحث قضايا السلام والاقتصاد وترتيبات الفترة الانتقالية. توالي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان. انتهى عرض المساء الإخباري، قدمناه لحضراتكم من قناة الشروق. نشكر لكم المتابعة، خليكم في البيت
تجنبا لفيروس كورونا، مع أمنية الصحة والعافية للجميع. إلى اللقاء.